لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مش فاهمة يا إبراهيم، أنت ليه بتربط نفسك بيه؟ أنا قريت قضيتك وشايفة إن أنت اتخذت في الرجلين. والله يا أنسة هدى، من ناحية اتخذنا في الرجلين فإحنا الاتنين اتخذنا في الرجلين، بس هنعمل إيه بقى؟ مفتري عليه ربنا. الافتراء إن أنت تفضل ماشي رجلك على رجله لحد ما هيوديك في داهية وأنت مش ناقص. أنت غلبان يا إبراهيم. والله من ناحية الغلب يا أنسة هدى، سليم بدأ يعني راجل ابن أصول وابن ناس ومحترم، وفي نفس الوقت برضه غلبان. كلنا غلابة يا ابني. امسك يا سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحلف يا سليم على المصحف إن اللي أنت حكيته لنا ده كله صحيح وحقيقي، وإنك بريء من التهم اللي أنت هربان منها؟ يا شيخ صالح. هدى، تحلف يا ابني؟ أحلف يا عم الشيخ، والله العظيم. لا، تقول بسم الله الحق الذي يحاسبنا بالحق، بسم الله العدل الذي يحاسبنا بالعدل. أحلف بالله الحق إن ما قلتش غير الحق، وكل التهم اللي عليا دي أنا بريء منها. وأنا مصدقك يا ابني. أنا مش مصدقك. هتقعدوا معانا علشان حلف؟ قالوا للحرام احلف. من خدعنا بالله انخدعنا له يا هدى. شوف يا ابني، انتوا ليكوا عندي حق الضيافة 3 أيام. لو لا سمح الله اتضح انكم بتكذبوا، يبقى هما 3 أيام وبس. انما لو طلعتوا صادقين ساعتها نشوف هنبقى نعمل ايه. يلا ربنا يا عم صالح، احنا ما كذبناش عليكم في ولا كلمه من اللي قلناها. اه والله يا عم الشيخ صالح، هو ده اللي حصل بالظبط اللي قاله لك سليم بيه. وانت راجل بركه وبتاع ربنا، ولو احنا بنكذب عليك اكيد قلبك هيحس. حاسس يا ابني، وعشان كده انا مصدقكم. يلا بينا يا هدى. ما تبقيش عبيطه يا هدى. انا عبيطه يا عم صالح؟ امال يعني قصدك ان ابوكي هو اللي عبيط والناس بتضحك عليه؟ لا العفو طبعا، انا ما اقصدش اقول كده، بس بصراحه بقى الناس دول بيستغلوا طيبتك يا بنتي. هم اللي عبطوا وبيضحكوا على نفسهم. مفيش حد يقدر يضحك على ربنا. يعني ايه؟ ربنا يمهل ولا يهمل، واللي فرحان بغلطه النهارده بكره يندم عليه. يعني حضرتك شايف انهم كدابين؟ بالعكس. برضه هتقولي حاسس؟ الإحساس نعمة يا بنتي، والعقل برضه نعمة. وادي انت قريت اللي عملوه مع الست اللي كانوا قاعدين عندها. أيوه ممكن يكون ده حصل. والبنت الغلبانة اللي ربنا بعتهم لنجدتها في الطرب لما كانوا بيهربوا، جايز يكونوا مش كدابين في ده، بس سليم في الأصل مجرم. اخص عليك يا هدى يا بنت، ده انا كنت فاكرك اذكى من كده. بقى في عقل يقول ان في مجرم مفتري يغامر بنفسه في ازمته عشان يغيط الولايه؟ مش عارفه، جايز. كل شيء جايز يا بنتي، بس الناس دول فيهم خير، وظهر مره واتنين وتلاته، ولو كان عندهم غلط شايلينه. واجب علينا نبص على الخير اللي جواه ولا ايه؟ برضه مش عارفة. مفيش حد عارف حاجة يا بنتي، المعرفة بالله ولله وحده. وربنا ألهمني إن أقف مع الناس دول وخلاص. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أهلا وسهلا، ده البيت كله نور، ده البلد كلها نورت، ده احنا زرنا النبي. يا غاليين يا اللي من ريحة الغالي. تعيش يا ست حنان. أهلا وسهلا يا ست الكل، ابنك زينة الرجال.
انا مش عايزه اقول لحضرتك قد ايه ابنك راجل وسيد الرجاله، يا زين ما ربيتي يا زين ما خلفتي، اللي هي ربنا يفك كربه يا رب ويردهولك سالم غانم يفرح قلبك. اللهم امين. متشكره قوي يا استحنان. انا مش عايزه اقول لك لولا وقفه سليم بيه جنبي في المصيبه اللي انا كنت فيها انا مش عارفه كان جرى لي ايه. اهو احنا بقى يا ست حنان جايين لك بخصوص الموضوع ده، عايزينك تصوري فيديو تحكي فيه اللي حصل مع هند، وما تخافيش هنقول ان هند كانت متجوزه مصطفى والمشاكل اللي حصلت دي السبب فيها اهله. اصور فيديو؟ طب ما هو ده انا اتصورت صوت البطاقه بالعافيه، وبعدين انا اخاف اتصور يعني اقول كلام يعمل لي مشاكل مع الحكومه وسليم بيه هربان. ما تخافيش يا ست حنان، الموضوع بسيط قوي، وبعدين ما فيهوش اي حاجه قانونيه هترجع عليكي. وحتى لو في مشاكل يا بيه انا ما بخافش، خير سليم بيه مغرقني، بس انا يعني خايفه التصوير دوت يعني يعمل مشكله لبنتي، ده ربنا سترها افضحها انا بايديا. على فكره لو على وش حضرتك احنا ممكن نعمل شويه حاجات بالكمبيوتر كده مش هيكون باين خالص. ممكن كمان ما تقوليش اسامي لو تحبي. هاي قلتي ايه؟ ماشي اللي تشوفوه، طالما ده في مصلحه سليم بيه خلاص اعمله. كتر خيرك يا ست حنان. خلاص اتفقنا. شاكرين قوي يا ست حنان. الو ايه سلمى طمنيني عملتوا ايه؟ هايل، يعني الفيديو معاكي؟ طب تمام، على ما ترجعوا انتوا هكون زبطت الدنيا. ماشي يا حبيبتي، باي باي. صباح الخير يا نسا فريد. صباح النور. صباح الخير. صباح الفل. ايه النور والحلاوة دي يا شيخ صالح؟ ازيك يا سليم؟ ازيك يا عم صالح؟ اظن نمتوا واستريحتوا، وانا الاوان بقى نتكلم في الجد وصريحكم زي ما صرحتوني. يا صلاح بيه انت مش عايز تصدقني ليه؟ انا فعلا ما اعرفش مكان سليم. لا انا المره دي مصدقك. مصيرك تعرفي ان سليم الانصاري في الاخر مش هيلاقي ملجا غيرك انت. وانت تفتكر ان انا لو عرفت مكانه هبلغك؟ لا انا مش متفائل قوي للدرجه دي، بس بتمنى يعني انه لو اتصل بيكي او اتصلت بيه انت بتبلغي رسالتي الاخيره. طالما الرساله اللي فاتت ما عجبتهوش بلغيه ان صلاح الطوخي مش هيسيبه. انا ارحم من غيري بكتير قوي. الوزراء قلب عليه الدنيا وهيجيبوه هيجيبوه، ولو وقع في ايد حد غيري هيطيع. أنا أرحم من غيري.